مهما كانت الإساءة لمنتخبنا الوطني لا يتم الاستماع لها بقدر ما يستمع لدول إفريقية أخرى. أكيد عبدو، هذا طبيعي جدا بحكم يعني اسم الدولة واسم المنتخب. يعني ما نتكلم على منتخب نيجيريا ونتكلم على منتخب ليبيا، أكيد هي يسمى منتخب نيجيريا باعتبار أن عنده مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين ينشطون في أوروبا. هذو اللاعبين عندهم صفحات، يكتبوا في صفحات التواصل الاجتماعي، عندهم علاقات بصحفيين على مستوى أوروبا، طبعا بيتفاعلوا معهم نتيجة لما حدث معنا. يعني ما هوش شيء كبير بالنسبة للمنتخب نيجيريا. شوف عبد الرزاق، نقول لك اني اسوء مكان تلعب فيه كره القدم في افريقيا هي نيجيريا. يعني اللي ما شافش نيجيريا واللي ما مشاش نيجيريا واللي ما سافرش نيجيريا يعني ما يعرفش كره القدم. يعني هي المشاكل موجوده بنسبه تتفاوت من دوله افريقيه الى اخرى، لكن نيجيريا تظل هي الاكثر يعني في مثل هذه المواضيع. وما حدث لمنتخبنا يعني كنت متوقع سلفا باعتبار هناك سوابق كثيره بالنسبه لنيجيريا حتى مع الفرق الليبيه فرق الانديه. احنا قبل موسم او اثنين يعني فريق الاتحاد ما تعرض في مباراه فريق انيمبيا، يعني ما نزلوه في مطار يبعد عن ملعب المدينه 500 كيلومتر يعني وقطع المسافه برا. يعني كل شيء هذا متوقع. لكن الشيء اللي النقطه السلبيه دائما اللي عندنا احنا نقولوا مثلا المنتخب والفرق الليبيه ما تعرفش تسافر، يعني بمعنى ما تعرفش كيف نلعب برا ونجيب النقاط، لكن حتى الاداره نتاعنا ما تعرفش تسافر. فهذه الاشياء يعني متكرره وتحدث دائما مع المنتخبات والفرق الليبيه. الان كره القدم تطورت، يعني في مسؤولين يسبقوا البعثه بايام يعني لوضع الترتيبات لوضع تامين شامل للبعثه المنتخب او الانديه، لكن هذه الاشياء مش موجوده. وكانوا يعتقدوا ان هذه المنتخبات حتستقبلهم بالورود، لكن هذا شيء يعني والله يا استاذ بشير سامحني نقص عليك، يعني ما فيش حد يستقبل بالورود زي نحن، نعطوا فيهم فنادق ونخلصوا عليهم وافضل حافلات وباص مكيف. حتى امس لقوا حل راو لمنتخب نيجيريا، لقوا له حل، قالوا له تمشي لفندق في البيضاء، قالوا لا نبوا نمشوا طول، تعالوا يا ناس راو فيه زوز باصات صغيرات اطلعوا فيهم، قالوا لا نبوا الباص اللي احنا متفاهمين عليه لقانا في مطار بنينه. معناها احنا طيبين اكثر من لازم، هذا متفقين فيه. لكن اليوم نتكلموا على مغادره منتخب نيجيريا واصرار اللاعبين بتاعه على الذهاب مباشره وترك المباراه، هل هو رده فعل طبيعيه ولا هجوم على الاتحاد الافريقي والكاف؟ لا هم رده فعل طبيعيه، هم بيعتبروها طبيعيه باعتبار انهم يعني نجوم يعني متسمي على مستوى منتخب نيجيريا حتى مستوى الانديه الاوروبيه، وحاولوا بيستعملوها كورقه ضغط على ليبيا وعلى الاتحاد الافريقي لكره القدم. هذا هو المغزى منها، يعني ما مش لاعبين المباراه وانهم تعرضوا لاشياء يعني ماهيش مضبوطه في كره القدم.